لا بريمير فوق تينا جينا جيتي من قبل والله شنو هذيك الفرصه جيت في الثمانينات هكذاك لي زاني 80 كنا جينا مسرحيه كنا نديروا لي تورني هذاك الوقت جولات هكذا في القطر الجزائري وكنا دي جون يعني من الثمانينات عمر 20 سنه ولا اليوم واليوم كتب المكتوب ورجعت لهذا السيت الحمد لله الله يبارك بلادنا معروفه بهذا بالهذو المناطق السياحيه و الناس بيطيب الله في هذا السيت هذو في مدينتهم لان هذو الفخر تاع مدينتهم مش حسيت اليوم والله شوف والله جيت فرحانه لان باتنا عندي مده ما جيتهاش لان عندي زملائي يعني فيما يخص المسرح زملائي اللي عندي توحشتهم عندي مده ما شفتهمش لما قالوا لي على باتنا الحاجه الاولى قلت نروح نشوف زملائي اللي عندي مده ما شفتهمش توحشتهم كاين اللي مريض وكاين اللي راح وكاين اللي عايشين ربي يطول في اعمارهم ان شاء الله المدينه هذه مدينه باتنا معروفه مدينه عريقه يا اخي مدينة شوف مدينة عريقة وغنية بتراثها وثقافتها وناسها المضيافين ورجالها الثوريين اللي معروفين يعني في نضال الجهاد وفي نضالهم في تحرير هذا الوطن العزيز باتنا ما قد ما نمدحها ما نعطيلهاش حقها قليل عليها يعطيك الصحة والله عايشك حبيبي طول عمرك.